على بركة الله وتوفيقه مشاهدي الكرام، ينطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع في المجموع والمخصص الزمول المهجنات الأصايل. أول أشواط الزمول المهجنات الأصايل، نتمنى التوفيق لجميع الأسماء. ننطلق ونبحر مع شاهين شفيان بسالم بن محمد العامري، من يتصدر هذه الأسماء ويقود هذه الشعارات النقلة مع ثاني الأسماء، مع شعار غادم، شعار من حضيرم، هجرس غادم، سيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي في ثاني المراكز وثالث التحديات. شوف الحضور من رياض لراشد بن حمد المتعب المنخص المري، حاضر في رابع الاسماء، حاضر مع رياض بينما رابع التحديات. شوف التسلل وشوف القدوم من الرقم 6 مرموق لعبد الله بن علي بن بخيت النيادي، حاضر في رابع المراكز وخامس المراكز. شوف شاهين لمحمد بن صغير بن علي الوحيبي، الدور دور المركز السادس رقم 11 شاهين مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، حاضر مع شاهين والنقلة مع سابع التحديات. نجدة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ وثامن المراكز، وصل مثير لسالم بن علي بن وديمة العامري، حاضر مع مثير في ثامن المراكز وتاسع التحديات. غادم حاير طاير لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي، حاضر مع حاير طاير في تاسع المراكز وعاشر المراكز. السليماني محمد بن سهيل بخميس الشامسي، هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء. نداء الأول العشر النجوم المنطلقة في هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع القيادة الأولى والمركز الأول مع شفيان بن سالم بن محمد العامري. الله يا بن شفيان يقدم لنا شاهين، الدماء الشاهيني يتصدر هذه الأسماء، شفيان بن سالم بن محمد العامري. الله 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 يا هذا الأداء، يا هذا الانطلاق، يقود هذه الزمول المهجنات الأصايل شاهين في البداية. وشوف بن حضيرم حاضر مع هجرس، هجرس 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 مع ابو سعيد، سيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، اهالي الفوحة حاضرين مع هجرس، بينما ثالث التحديات رياض راشد بن حمد المتعب المنخص المري، اهالي قطر حاضرين، واهالي الشحانية حاضرين في ثالث مراكز، بينما رابع التحديات شاهين محمد بن صغير بن علي الوحيبي غادم غادم مع شاهين في رابع المراكز وخامس المراكز. نجدة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وصل بن زيتون حاضر مع شاهين مبارك بن محمد بن زيتون المحيري، ما شاء الله وتبارك الرحمن. النقلة مباشرة إلى سابع التحديات، سابع المراكز، الدور دور المركز السابع، حاير طاير غادم لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي في سابع التحديات وثامن المراكز. مثير قادم، سلالة مثير لسالم بن علي بن وديمة العامري، وتاسع التحديات مسعف سعيد بن عوض بن عبيد الراشدي. نختم ندونا مع السليماني محمد بن سهيل بن خميس الشامسي، هكذا هي النتيجة للعشر النجوم الحاضرة تجول يمصورنا مع الأسماء التي لم يحين موعد دخولها، ولكن العودة مع الصدارة، العودة مع البداية الأولى، مع المركز الأول، مع شفيان بن سالم بن محمد العابري. ما شاء الله يا أبو سالم ينطلق بالصدارة.
يتصدر هذه الاسماء من البداية وقاد القحدان مع الصدارة لشفيان سالم بن محمد العامري. ركز ركز شفيان، ركز على هذا الموقع وركز على سلالة شاهين. من يتصدر هذه الاسماء بعد 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 المسافة بينه وبين المراكز القادمة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا شفيان بن سالم بن محمد العامري قادم مع الشاهين، والاسماء قادمة والشعارات قادمة. عطنا زوم على المركز الثاني، يا مصورنا شعار بن حضير محاضر قادم مع هجرس بن سعيد بن حضير الاكتبي مع هجرس في ثاني المراكز وثالث التحديات. وصل شاهين محمد بن الصغير بن علي الوحيبي وقادم شاهين مبارك من زيتون المحيري في رابع التحديات، وخامس الاسماء قادم حاير طاير لاحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي حاضر مع خامس التحديات. ولكن عود عود مع الانطلاق، تبارك الرحمن تبارك الرحمن على انطلاق شاهين والتحدي على البدايه بدون منافسه وبدون منازع. يرقص يرقص على الصدارة، يرقص على الانطلاق، على التحدي، على المركز الأول. الله 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 الله, الله. يا شاهين الدماء الشاهيني ينطلق بالصدارة. شفيان بن سالم بن محمد العامري عمور 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 على هذا الانطلاق على تحدي شاهين في المركز الاول بدون منافسة وبدون منازع على الاطلاق. والحصار ده وابنا على السماعة على السماعة باعد 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 على الصدارة الاولى. وشوف صورنا ثاني الاسماء، ولكن خلاص انطلق شاهين بانطلاقة الفوز بتحدي شاهين لشفيان بن سالم بن محمد العامري. دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير. يا مضمرين يا بن شفيان، ركز ركز على تحدي شاهين، ركز على انطلاقة شاهين، ركز على هذا الانطلاق المثير. اول اشواط الزمول المهجنات الاصايل يقادر يقادر على شاهين، يقادر الى شاهين. انت مع هذا الانطلاق لشفيان بن سالم بن محمد العامري. الله 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 يا هذا الاداء، الله يا هذا التحدي بدون اوامر. وتحرك اتحرك شاهين مع الصدارة، بدأ يقادر الى خط النهاية الى خط النهاية. ولكن شو ثاني الاسماء بعيد عنا، ولكن خلاص الناموس مع مالك شاهين شفيان بن سالم بن محمد العامري. 300 متر متبقية على خط النهاية. روح روح يا بن شفيان، روح الى الناموس، روح الى الانتصار. سلام بو سالم، سلام 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 شاهين، سلام سلام العامري، سلام عمار 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 على هذا الانطلاق. تهانينا والناموس شفيان بن سالم بن محمد العامري. اول اشواط الزمول المهجنات الاصايل يقادر الى شفيان بن سالم بن محمد العامري. تهانينا والناموس المركز الثاني. ما شاء الله ثاني الاسماء، شعار بن حضيرم حاضر مع هجر السيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. وثالث الاسماء الذيب، اول اذاعه للذيب لحمد بن عوض الزيتون المحيري في ثالث الاسماء. ورابع الاسماء مثير لعلي بن علي سالم بن علي بوديم العامري. وخامس الاسماء خامس الاسماء شاهين لمحمد الصغير بن علي الوهيبي. هكذا النتيجه والتوقيت 10 دقائق و19 ثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين شفيان بن سالم محمد العامري.